قراءة الحمراء وتحسسها يعني بالتالي الدخول في كتاب روض ينبع فيه المعمار المكتوب والمشيد بالكلمات من ينبوع الشعر العربي التقليدي ومن الفعل الخلاق. لم يسبق أن كان المعمار على هذه الدرجة من البلاغة اللفظية والشاعرية مثل ما نراه في المعمار النصري، لا، ولم يسبق أبداً أن تجسدت الكلمة والشعر في البنيان بهذا القدر من الرهافة ومن الكثافة كما في قصور الحمراء بغرناطة. به المرمر المجلو قد شف نوره فيجلو من الظلماء ما كان داجيا. تتقاسم الأعمال الجصية مع مخطوطات تلك الفترة الرسوم الزخرفية والأشكال الخطية بما في ذلك تقوسات بعض التصاميم المنجزة بالخط الكوفي.